السلام والاحترام أصدقائي الكرام، ومرحبا بكم في مقطع جديد، في مقطع أسطوري إن شاء الله. في مقطعنا هذا وكما ترون على العنوان سوف أشرحكم جميع التسريبات غدا الاثنين المضمونة إن شاء الله. قبل البدء في الإطلاع على تفاصيل مقطعنا وكالعادة اشتركوا في القناة للوصول إلى 60,000 مشترك، وصلوا على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أما الآن سوف ندخل مباشرة في تفاصيل مقطعنا، وكما ترون على الشاشة لمن يريد الانضمام إلى مجموعة في تيليجرام سوف أترك لكم رابطها في أول تعليق أو في وصف الفيديو إن شاء الله. أما الآن سوف ندخل بإذن الله إلى تفاصيل مقطعنا، سوف نبدأ بالأحداث. هناك حدثين يا أخواني الكرام يكون لهما تجديد يوم الاثنين، أول حدث وكما ترون هو حدث خاص ببطاقة مهارات اللاعبين، ثم الحدث الخاص بخمسون كوين زائد ثلاث بطاقات خاصة بمهارات اللاعبين. أما بالنسبة لباقي الأحداث بطبيعة الحال يكون لها تجديد الخميس القادم. بالنسبة للباكج الجديد الذي سوف يكون حاضر معنا غدا بإذن الله بنسبة 100%، هو باكج إيبيك أسطوري. لسوء الحظ يا أخواني الكرام ليس هناك أي لفة مجانية داخل هذا الباكج، سوف نلف عليه فقط بالكوينز، والباكج سوف يكون عبارة عن باكج خاص بالمنتخبات إن شاء الله، وهو هذا الذي أمامكم على الشاشة. من بين لاعبيه زيكو في مركز IMF بـ 1,102 وبميزة بوستر بطبيعة الحال، ثم اللاعب التالي هو نيدفيد في مركز LMF بـ 1,102 داخل التشكيلة، ثم غوارديولا في مركز DMF بـ 1,101 داخل التشكيلة إن شاء الله. بالنسبة لنسخ الهايلايت التي سوف تكون داخل هذا الباكج، من أبرز هذه النسخ كما ترون روبن نيفيس بليفل اتوقع 98، ثم اللاعب بروزوفيتش في مركز دي ام اف بليفل 97، ثم زيلينسكي في مركز سي ام اف بليفل 98، ورابيوت في مركز سي ام اف بليفل 98 ان شاء الله، ثم فيراتي في مركز سي ام اف بليفل 98 او 99 داخل التشكيله، وباقي اللاعبين كما ترون على الشاشه.